وهي الأرقام كتير مختلفة. احكي، المدير بده جواب. بصراحة أنا احكي، فهمنا شو صاير. يلا بدي أسأل قسم المحاسبة، الملف عندهم. هذا ملف الحسابات، تفضل شوفه. هي أصغر شركة من بين كل الشركات يلي عنا، وفيها كل هالأخطاء. شو بيصير إذا سلمنا شركة أكبر؟ سهل كتير إنه نعرف الجواب، كله واضح قدامنا. ليش مركزين على هالملف؟ تعو. أستاذ، لازمك أي شيء؟ أنا بدي أسألكم سؤال. الشركة عم تقدم مكافآت سنوية، عم توصل المكافآت للكل؟ ظن أنه سؤالي بسيط كتير، ليش ما حدا عم يجاوبني عليه؟ احكوا. ما بظن انه في حدا رح يجاوبك على هالشي، بس انا رح احكي. استاذ احكي. انا لازم اكون قوي. استاذ، انا بدي اتشكرك كتير لأنك سألت هذا السؤال. نحن هون منضل يومياً أكثر من 9 ساعات قاعدين عم نشتغل وبدون أي ملل. المكتب هون مثل بيتنا الثاني، وهالحكي مو مجاملة أبداً. أستاذ، نحن عن جد منحب الشغل والمكان هون، وهذا الشيء من جوات قلبنا. ولليوم حضرتكم كنتوا كتير مناح معنا، حتى لما صار في حجر سنتين، وبالرغم من إنه الشركة كانت عم تخسر كتير ونحن منعرف هاد الشي، أنتوا وقفتوا معنا وما فصلتوا ولا موظف من الشركة. بالعكس، كلنا قبضنا رواتبنا كاملة بالوقت اللي كنا قاعدين فيه بالبيت، وكان فيكن بكل سهولة ما تتحملوا مسؤولية الشي اللي صار معنا، بس أنتوا ما عملتوا هيك. وصلتكن المكافأة؟ لا أستاذ.